خلونا مبدئيا كده نهنئ المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث على هذه الانجازات المحترمه. يا باشمهندس شريف، صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك. صباح النور والف الف مبروك لمصر كلها. الحقيقه انجاز تاريخي، انجاز عظيم، اشتغلنا كتير قوي عشان نوصل له. الحمد لله مصر وصلت قمه العالم في الخماسي الحديث، واللي جاي بقى هيبقى اصعب ان شاء الله، فهو هيحافظ على هذه القمه ان شاء الله. تمام، طبعا مليون مبروك وسعداء بوجود حضرتك معانا. انا عارف ان حضرتك حاليا في فرنسا، فترجع بالف سلامه ان شاء الله. هل كنتوا متوقعين يا فندم هذه السيطره على جوائز الاتحاد الدولي؟ لا طبعا مش متوقعين سيطره بشكل كبير، انما الحقيقه لاعبينا السنه دي ادوا اداء اكثر من رائع بطولات العالم في القمار والشباب، وكانوا يستحقوا فعلا ان يحطوا مصر في هذه المكانه العظيمه. كمان تنظيم مصر لاكبر بطولات الاتحاد الدولي كان ليه اثر كبير جدا، بذاته كان تنظيم اكثر من رائع، سواء بطولات عالم اسكندريه او القاهره، وكانوا يستحقوا فعلا برضه الجوائز اللي حصلوا عليها. يعني لا انا كنت متوقع ان شاء الله ان مصر تاخد فعلا هذه الجوائز، ومصر تستحق هذه الجوائز بالفعل، فالحمد لله. ألف حمد، ألف حمد وشكر. طيب استعداداتكم بإيه بقى إن شاء الله الفترة الجاية، وإيه البطولات اللي هنشارك فيها يعني في القريب إن شاء الله؟ إحنا طبعًا في فترة الإعداد دلوقتي، الإعداد العام، وعندنا معسكر خارجي في المجر في الفترة القادمة، يليه بطولة فرنسا المفتوحة، ثم بطولة المجر المفتوحة، ثم تبدأ سلسلة كأسات العالم، ودي الأهم، ده التأهيل بتاع أولمبياد باريس، يبدأ السنة الجاية، ويبدأ أول بطولة كأس العالم رقم واحد في مصر، وينتهي السنه الجايه ببطوله العالم الكبار اثناء تدريب الساعه في انجلترا. عظيم اللي حصل، شيء جميل جدا ومحترم جدا ومطمئن يعني الى حد كبير. نقدر نقول ان احنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه ممكن نبني على اللي حصل ده وعلى الانجازات اللي حصلت دي، لان ما فيش شك ان هي بتشكل دافع وحافز كبير جدا. طبعا احنا مصر بعد ما حققت فضيه احمد الجندي في اولمبياد طوكيو الماضيه، طموحنا بقى ان احنا نكسب انجلترا ان شاء الله في اللي جاي، ان هي كانت واخده الذهب الحقيقه، وننافس ونقدر ان شاء الله يعني على الاقل تركيز توصل للميداليات، لو ما كانش الذهب احنا مركزين على الذهب ان شاء الله نقدر نوصل له، مركزين كمان بناتنا في باريس ان شاء الله يبقوا بينافسوا على الميداليات كمان. بس ده اللي احنا يعني بنحلم بيه وبنتمناه، ومش بعيد ان شاء الله، لا على ربنا ولا على قدرات يعني لاعبتنا ولاعبتنا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم، صباح الفل عليك، وسعيد بمشاركتك معانا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي.